بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علمي رياضيات لغات، أهلا بكم النهاردة في سيشن جديد في الكالكولاس، واللي هنتكلم فيه على الانتجريشن باي بارتس. ده أحد الميثودز أوف انتجريشن اللي احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الانتجريشن يوزنج سبستيوشن. والنهارده في الميثود الثانيه اللي علينا، طبعا في ميثود كثيره في الانتجريشن. احنا بناخد في السنه دي تو ميثودز اونلي، اللي هو سبستيوشن اللي احنا شرحناها السيشن اللي فات، والنهارده بنتكلم على سبستيوشن باي بارتس. هنشوف يعني ايه سبستيوشن باي بارتس، يعني ايه يبقى زي انتجريشن. قال لي if y and z are two functions in the variable x and differentiable. طيب بدايتها كده بيقول لي ان في اتنين function الاتنين different، يعني في y function في الاكس وz function في الاكس. ده معناها ان انا بلجأ للميثودز بتاع البارتس لما يكون عندي two function الاتنين different function each of them function of x. معناها ان لما اجي اعمل دريفتيف دي واي دي على دي اكس للواي زد، ده طبعا multiplication of two function. عارفين طبعا ان احنا بنعمل ايه رول بتاع المالتيبليكيشن، يبقى الواي في الدي زد اوفر دي اكس بلس الزد في الدي واي على الدي اكس. طب لما اعمل انتجريشن لبوث سايدز يبقى عندي انتجريشن دي اوفر دي اكس واي زد دي اكس ايكوال انتجريشن واي دي زد اوفر دي اكس دي اكس زائد انتجريشن زد دي واي اوفر دي اكس دي اكس. يبقى انا عملت انتجريشن لبوث سايدز، وده معناه ان عندي انتجريشن واي زد هي الواي زد equal integration. طبعا هنا اقدر اعمل ايه؟ اعمل simplify للفانكشن، يعني dx ودي اكس هتتفضل لي y دي زد بلس هنا زد دي واي. طيب اذا انا عاوز integration الزد دي واي equal ايه بقى؟ يبقى equal y زد minus integration الواي دي زد. ده كده الرول اللي احنا بنستخدمها في البارتس. وطبعا لما نشوف اكزامبل هيوضح الكلام اللي احنا بنقوله. فور اكزامبل انا عاوز انتجريشن اكس باور 4 لين اكس دي اكس. طيب يبقى انا عندي هنا زي ما اتفقنا تو فانكشنز each one of them is a function of x، يعني ال x باور 4 دي function of x واللين x function of x والاثنين two different function، يعني اقدر اسمي واحده y وواحده ايه z. وده هنا زي ما اتفقنا قبل كده سنه ثالثه، قلنا لما يكون عندي multiplication of two function او division of two function في قوانين ثابته للفانكشن لما يكون في ملتبلاي او ديفايد، واحنا قلناهم لما يكون في فانكشن اف داش اكس ملتبلاي اف اكس باور ان، ودي مش هي ديت، يعني مش ده الفانكشن في الدريفت بتاعها. تاني حاجه كنا بنقول عندي لو عندي فانكشن الاكسبوننت فانكشن اي باور اف اكس في الاف داش اكس وبرده دي مش هي، او كانت برده اكسبوننت فانكشن ويز بيز ريال نمبر زي ايه اف داش اكس ملتبلاي اي باور اف اكس برده مش هي. والقانون الاخير الرابع اللي هو كان في الديفايدد اللي هو اف داش اكس اوفر اف اكس اللي هي بتطلع لين اكس،
يبقى اذا هنا مفيش رول من الفور رولز اللي هو بتاع المالتبلاي والديفايدد هينفع على الفانكشن دي. حاجه تانية اساسا لين اكس مفيش في الرولز بتاع الانتجريشن انتجريشن لين اكس، في دريفت في لين اكس بس مفيش ايه انتجريشن. طيب يبقى اذا هنا لازم نعمل ميثودز اوف انتجريشن. طب السؤال بقى اللي هيجي لك وانت بتحل، انا هعمل انتجريشن باي سبستيوشن اللي احنا شرحناها السيشن اللي فات، ولا هي انتجريشن باي بارتس اللي احنا هنشرحها المره دي؟ طبعا سبستيوشن زي ما قلنا بيكون الفانكشن التو فانكشنز برضه هما مالتبلاي او ديفايد، بس في شبه مفيش خلاف كبير جدا بين نوعين اوف ذا فانكشن، يعني هنا في اكس بار 4 وفي لين اكس، يبقى في لوجاريتمز فانكشن بولينوميال فانكشن ما ينفعش. يبقى اذا هنا هضطر اعمل ايه؟ هعمل الايه؟ البارتس. نيجي بقى نحط بعض الرولز المهمه جدا عشان اعمل انتجريشن باي بارتس. انا عندي تو فانكشنز، الاولى اللي هي اكس بار 4 والثانيه اللي هي لين اكس. هعملهم ايه؟ هقسمهم تو فانكشن، واحده تكون ايزي ان انا اعمل لها دريفت، واحده تكون ايزي ان انا اعمل لها انتجريشن. واضح ان انت في بعض المسائل هتبقى مضطر تختار الفانكشن اللي تعمل لها دريفت حتى لو كانت التانية مش سهله في الانتجريشن. يعني ايه؟ يعني انا اللين اكس ملهاش انتجريشن لازم اخدها في الدريفت. زي ما اشوف كده اقول ايه؟ الايزي تو دريفيتيف هي واي ايكوال لين اكس، انا هسميها واي، والايزي انتجريشن اللي هي هسميها دي زد اللي هي اكس بار 4 دي اكس. يبقى اذا انا قسمت الفانكشن اللي بعملها انتجريشن، واحده سميتها واي عشان اعملها دريفت، واحده سميتها دي زد عشان اعملها انتجريشن. طيب ما كانش ينفع اعكس، طبعا ما كانش ينفع في بعض المسائل ممكن يعني اي واحده تنفع، انما في المساله دي اللين اكس ملهاش انتجريشن ما اقدرش اخدها في الجزء اللي اعمل له انتجريشن. طيب يبقى اذا انا قلت طالما ده ايزي تو دريفت يبقى هعمل لها دريفت والثانيه هعمل لها انتجريشن. يلا يبقى دي واي ايكوال 1 اوفر اكس دي اكس، احنا عارفين دريفت في اللين ب 1 اوفر اكس، يبقى دي واي 1 هي طبعا اصلها دي واي عند اكس، عملنا سيبريشن للفاريبل دي واي ايكوال 1 اوفر اكس دي اكس. طب وهنا الزد انتجريشن دي زد بزد انتجريشن اكس بار 5 1 اوفر 5 اكس بار 5. طيب انا هعمل بقى الانتجريشن ازاي؟ القانون اللي احنا قلناه من شويه اللي هو ايه؟ واي زد، يبقى هاخد كده واي زد ماينس انتجريشن زد دي واي، ده القانون اللي احنا قلناه من شويه. يبقى هنا هقول ايه؟ ها يبقى اول حاجه هقول واي ملتبلاي زد، يبقى ده فانكشن وخلص. يبقى اذا ايه؟ 1 اوفر 5 اكس بار 5 لين اكس ماينس انتجريشن زد دي واي، يبقى ماينس انتجريشن 1 اوفر اكس ملتبلاي 1 اوفر 5 اكس بار 5 اهي. يبقى زي ما اتفقنا ادي 1 اوفر 5 اكس بار 5 لين اكس اللي هي واي زد ماينس انتجريشن زد دي واي، يبقى 1 اوفر 5 اكس بار 4، جت منين اكس بار 4؟ عملنا 1 اوفر اكس ملتبلاي اكس بار 5، ودي سهله في الانتجريشن، الجزء الباقي ده سهل ان انا اعمل له انتجريشن. يبقى ده خلصان بقى، يبقى 1 اوفر 5 اكس بار 5 لين اكس او اكس بار 5 اوفر 5 لين اكس. طب بالنسبه ل 1 اوفر 5 اكس بار 4 هنزود البار واحد يبقى اكس بار 5 ونعمل ديفايدد، يبقى 1 على 5 ملتبلاي 1 على 5 يبقى 1 على 25 اكس بار 5، وكده خلص الانتجريشن وسهلنا عمليه الانتجريشن عن طريق ايه؟ عن طريق الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو اسمه ايه؟ البارتس. هذا الاكزامبل، وبرده انا بقول انتجريشن 9 اكس سكوير اي باور 3 اكس. الاحظ هنا انواع الفانكشن مختلفة 9x سكوير e بار 3x. طب يا مستر ما احنا قلنا لو في e بار f x
لو الدريفت بتاعها موجود يبقى الموضوع سهل ده له. ما هو دريفت في 3 اكس مش تايم اكس سكوير. وما تقولش ان انا هعمل ديفايد اكس، ما ينفعش اعمل ديفايد اكس، انا بعمل ديفايد اني كونستانت عادي، ديفايد نمبر اوكي كونستانت عادي، انما ديفايدد اكس ما ينفعش في الانتجريشن، لان لو عملت ديفايدد اكس لازم اعمل مالتبلاي اكس، يبقى انا ما حلتش المشكله. اذا هنا زي ما قلنا بقى قررنا ان احنا هنعمل ايه؟ قررنا ان احنا هنعمل بارس عشان في اختلاف في الفانكشن. طب مين الايزي تو دريفيتيف؟ الاثنين سهلين. طب مين الايزي تو انتجريشن؟ اظن اي باور 3 اكس اسهل عشان 9 اكس باور 2 هتديني ايه؟ زود الباور اكس باور 3. يبقى اذا هنا انا بفكر قبل ما بكتب واتسرع، اخترت 9 اكس سكوير اعملها دريفتف، واخترت اي باور اكس اي باور 3 اكس اعملها انتجريشن لانها اسهل في الانتجريشن. لو عكست احنا ايه؟ بنصعب المسائل وممكن ما تتحلش اصلا. ادي الايه الدريفتيف سميناه واي 9 اكس سكوير، وادي انتجريشن سميناه دي زد اي بار اي 3 اكس. طيب الدريفتيف هعمله دريفتيف، دريفتيف 9 اكس سكوير 18 اكس دي اكس، وانا قلت هي اصلها دي واي اوفر دي اكس، وعملنا سيباريشن للفاربول يبقى 18 اكس دي اكس. طب انتجريشن دي زد بزد، انتجريشن اي بار 3 اكس بسيرد اي بار 3 اكس، سهله جدا اهي في الانتجريشن، كان دي هتبقى اصعب لان كان هيزيد الباور. طيب السهم ده معناه ايه؟ ان انا بضرب واي مالتبلاي زد ماينس انتجريشن زد دي اكس زد دي واي. يبقى هنا يبقى اذا اول حاجه هناخد 9 اكس باور 2 مالتبلاي سيرد اي باور 3 اكس، سمبليفاي في الاخر عادي، ماينس 18 اكس مالتبلاي 1 اوفر 3 اي باور اكس. طيب زي ما قلنا هنعمل سمبليفاي، ال 3 مع ال 9 هتبقى 3 اكس سكوير اي باور 3 اكس ماينس انتجريشن 6 اكس اي باور 3 اكس. طيب هنا المسألة ما خلصتش ليه؟ لأن 6x e باور 3x ملهاش انتجريشن بالشكل المباشر، لأن برضو نقول تاني إن 6x ده مش ديريفيتيف e باور 3x، مش ديريفيتيف 3x يعني. طب هنعمل إيه؟ ما دي كده مش هتنفع تاني حل انتجريشن مباشر، يبقى نعمل إيه؟ هنعمل لها بارتس أجين. هركن الريليشن دي هي نمبر 1 واعمل ايه؟ اعمل انذر بارتس. برضه الايزي تو دريفت واي ايكوال 6 اكس، والايزي تو انتجريت دي زد ايكوال اي باور 3 اكس. طب يبقى اذا دي واي ايكوال 6 دي اكس، والزد ايكوال سيرد اي باور 3 اكس. الجزء الثاني بقى اللي هيبقى 6 اكس في سيرد اي باور 3 اكس ماينس انتجريشن سيرد اي باور 3 اكس في 6. المسألة هتبقى كده 6x multiply third e باور 3x، لاحظ ان ده جزء من ال relation number 1 minus integration 6 multiply third، عملنا simplify على طول بقى، احنا بنعمل ده multiply ده حسب الايه الارو اللي محطوط ده 6 multiply third ب 2 e باور 3x dx. طيب السمبليفاي بتاع ده 6 ديفايد 3 ب 2 يبقى 2x e باور 3x minus هنعمل ايه؟ ديفايدد 3 يبقى 2 اوفر 3 اي باور 3 اكس. ادي الجزء اللي احنا كنا واخدينه اللي ما كانش له انتجريشن في ريليشن نمبر 1. هنروح نعمل سبستيوشن. يبقى الانتجريشن 3 اكس سكوير اي باور 3 اكس ماينس، هندخل ماينس على الريليشن دي هتبقى ماينس بلس، يبقى ماينس 2 اكس اي باور 3 اكس بلس 2 اوفر 3 اي باور 3 اكس بلس. طيب another example برضه هنا بيقول لي x سكوير e باور نيجاتيف x، x سكوير e باور نيجاتيف x، التو فانكشن دول مختلفين يعني واحده اكسبوننت وواحده بولينوميال، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل برضه مين الاسهل
في الديريفيتيف ومين الاسهل في الانتجريشن. اظن احنا قلنا شوف الاول الانتجريشن هو اللي هيعمل لك مشكله. فاعتقد طبعا وكلنا نعتقد او نتاكد ان اي باور نيجاتيف اكس اسهل في الانتجريشن والاكس سكوير اسهل في الدريفت. الواي ايكوال اكس بار 2 والدي زد هي اي باور نيجاتيف اكس دي اكس. طيب نعمل دريفت يبقى دي واي ايكوال تو اكس دي اكس، والناحيه الثانيه نعمل انتجريشن يبقى نيجاتيف اي باور اي باور نيجاتيف اكس، لان طبعا بعمل ديفايدد كوفيشن اكس لو احنا فاكرين. الريليشن هنا هتطلع ايه؟ اكس سكوير اللي هو واي زد، احنا اتفقنا القانون واي زد ماينس انتجريشن زد دي واي. واي زد يعني هعمل ايه؟ اكس سكوير ملتبلاي اي باور نيجاتيف اكس ماينس انتجريشن 2x بالاي باور نيجاتيف ax اهي، يبقى نيجاتيف x سكوير اي باور نيجاتيف x ماينس انتجريشن نيجاتيف 2x اي باور نيجاتيف x. طب الجزء اللي فاضل في انتجريشن مش هيتعمل برضه مباشر، ليه؟ لان برضه ما زال برودكت اوف تو فانكشن ال 2x والاي باور نيجاتيف x. طيب يبقى اذا هنعمل اعاده بارتس تاني، يبقى نيجاتيف اكس سكوير اي باور نيجاتيف اكس بلس عشان نيجاتيف باي نيجاتيف بوست انتجريشن 2 اكس اي باور نيجاتيف اكس دي اكس. دي ريليشن نمبر 1. واخد بقى الجزء اللي هو في الانتجريشن التاني ده اللي هو ايه؟ اللي هو ملوش انتجريشن زي ما اتفقنا. اعمل فيه ايه؟ اعمل له بارتس اجين. يبقى اذا هنا ارجع اقول ال y equal to x. طب وال dz هي e باور نيجاتيف x dx نفس التقسيمه، يبقى dy equal to dx وال z نيجاتيف e باور نيجاتيف x. برضه هقول الانتجريشن هيبقى عند 2x في e نيجاتيف e باور x باور نيجاتيف x ماينس انتجريشن زد دي واي اللي هو ايه بقى؟ 2 في نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس. نشوف كده ادي نيجاتيف 2 اكس اي باور نيجاتيف اكس ماينس انتجريشن 2 اي باور نيجاتيف اكس دي اكس. هيبقى هنا الجزء الاول ده بينزل زي ما هو اللي هو الواي زد، الانتجريشن هنا طبعا نيجاتيف وبعد ما تغير نيجاتيف من نيجاتيف على نيجاتيف بوزيتيف وبره نيجاتيف ترجع تاني نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس. اخد الجزء ده في الريليشن نمبر 1 يبقى اقول له ان سب ان 1 انتجريشن بقى الجزء الاولاني كان نيجاتيف اكس سكوير اي باور نيجاتيف اكس وبعدين 2 اكس اي باور نيجاتيف اكس وبعدين ماينس اي باور نيجاتيف اكس بلس سي. ممكن عشان لو في اختيارات تاخد اي باور نيجاتيف اكس ومان فاكتور، هيتفضل ناخد واخد نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس، هتفضل من هنا اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 2 بلس سي. ده كده كان الانتجريشن في هذا السؤال. نشوف السؤال اللي بعد كده، انتجريشن اكس سكوير لين اكس سكوير. نفس الكلام اللي احنا قلناه في اختلاف في الفانكشن، يبقى هعمل ايه؟ هاخد لين اكس سكوير اللي هي سهله في الدريفتيف وبعدين الدي زد هي الاكس سكوير. خلي بالك لو ما كانش معايا لين اكس ما كنتش هاخد الايه الاكس سكوير في الانتجريشن. طيب الدريفتيف بقى طبعا ده 2 لين اكس يبقى 2 اوفر اكس 2 اوفر اكس. طيب وبعدين انتجريشن دي زد هتبقى سيرد ايه؟ اكس باور 3. طيب الانتجريشن هيبقى اذا هنقول الواي في الزد يبقى سيرد اكس باور 3 لين اكس سكوير ماينس انتجريشن سيرد اكس كيوب في 2 اوفر اكس دي اكس. طيب الاولى هتنزل تاني
ماينس انتجريشن. لما بعمل سيمبليفاي طبعا هتبقى 2 اوفر 3 اكس باور 2. طبعا دي سهل في الانتجريشن، مش محتاج اعمل ايه بارتس تاني. يبقى اذا زي ما هو، وبعدين هنا هزود على الباور هتبقى اكس باور 3، يبقى 2 اوفر 9 اكس كيوب بلس سي. السؤال اللي بعد كده انتجريشن 9 اوفر 2 روت اكس لين اكس دي اكس، برضه هنا في روت اكس مع لين اكس. مديني الاختيارات اكس باور 3 على 2 في لين اكس كيوب ماينس 2، ولا اكس باور 3 اوفر 2 لين اكس ماينس 2، ولا اكس باور 3 اوفر 2 لين اكس كيوب بلس 2، ولا 3 اكس اكس باور 3 اوفر 2 لين اكس بلس 2. ونشوف انهي انسر اللي هتبقى مظبوط. طيب اول حاجه انا حولت الروت من ايه، من روت اكس لاكس باور هاف، يبقى اذا اصبحت انتجريشن 9 اوفر 2 اكس باور هاف لين اكس. نفس الكلام ده الاسهل في الديريفيتيف هيبقى اللين، يبقى الواي ايكوال لين اكس. طب والدي زد الباقي اللي هي 9 اوفر 2 اكس باور هاف دي اكس. انتجريشن اللين اكس بكام؟ 1 اوفر اكس. والدريفتيف الكلام ده هتبقى 9 على 2 ملتبلاي ده انتجريشن، بزود الباور هاف بواحد يبقى 3 اوفر 2، يبقى 9 اوفر 2 ملتبلاي 3 اوفر 2 اكس اوفر 3 على 2، واعمل ديفايد هتبقى 2 اوفر 3 اللي هي هتبقى كام؟ 6 اكس باور 3 على 2. لما بعمل بقى ملتبلاي يبقى اذا عندي القانون واي زد ماينس انتجريشن زد دي واي. ادي واي زد اللي هي 3 اكس بار 3 اوفر 2 لين اكس ماينس انتجريشن، ادي زد دي واي 3 اكس بار 3 اكس بار 3 اوفر 2 ملتبلاي اوفر اكس. طبعا ده في سمبليفاي، يبقى اذا الانتجريشن اصبح 3 اكس بار 0 اوفر 2 لين اكس ماينس ده 3 اكس بار هاف. اجي اكمل انتجريشن يبقى الجزء الاولاني هينزل زي ما هو. طيب 3 اكس اوفر هاف هزود عليها 1 يبقى هاف هتبقى 3 اوفر 2، يبقى اعمل ديفايد 2 اوفر 3 يبقى 3 مالتبلاي 2 اوفر 3 اكس باور 3 اوفر 2 ايكوال. ده سيمبليفاي الجزء الباقي، انا خدت اكس باور 3 على 2 كومن فاكتور. طبعا هنا سيمبليفاي الاعداد ده عادي 3 ديفايد 3 ب 1 هيتفضل لي هنا 3 لين اكس ماينس 2. طيب مفيش اختيار كده، يبقى هعمل ايه؟ الاكس باور 3 على 2 دي اكس باور كام؟ سوري 3 لين اكس هي اصلها لين اكس كيوب. قوانين الباور طبعا هو في اللوج ريسيس ان 3 لين اكس هي اصلها لين اكس باور 3، وبالتالي هيبقى اكس باور 3 باور 2 لين اكس باور 3 ماينس 2. الانسر هتبقى للترتيب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي انتجريشن روت لين اكس دي اكس على اكس كام بلس سي. طيب 2 اوفر 3 لين اكس باور 0 اوفر 2 ولا لين اكس باور 0 اوفر 2 ولا 3 اوفر 2 لين اكس باور 0 اوفر 2 ولا ثيرد لين اكس باور 0 اوفر 2. عارفين ان اللين بيعمل لنا مشكله في الانتجريشن لان فانا هاخدها في الدريفت. يبقى اذا هنا الواي ايكوال لين اكس والدي زد ايكوال 1 اوفر اكس دي اكس. نعمل دريفتيف. طبعا هنا لين اكس ب 1 على اكس، و 1 على اكس طبعا هتبقى بلين اكس. يبقى اذا هنقول السؤال هو الثاني لين اكس اوفر اكس. احنا هنا قلنا الزد بلين اكس. طيب ديريفيتيف الزد دي زد ولين اكس ب 1 على اكس. نعمل سبستيتيوشن يبقى روت زد دي زد يعني انتجريشن زد باور هاف دي زد. طبعا زد باور هاف سهل الانتجريشن، يبقى 2 اوفر 3 زد باور 3 اوفر 2 بلس 3. نرجع نشيل الزد ونحط لين اكس يبقى 2 اوفر 3 لين اكس باور 3 على فلو اللي هي الاجابه لتر ايه؟ لتر سي. بيقول لي هنا using methods of integration find
لين انتجريشن لين اكس باور 2 دي اكس. طيب ازاي؟ هنشوف هنعمل ايه. برضو هنا عملنا بارتس الواي بلين اكس باور 2 والدي زد هي الدي اكس. طبعا هنا لين اكس باور 2 لا تساوي 2 لين اكس طبعا تكير ده هي هنا derivative الفانكشن هنزل الباور وبعدين لين اكس باور 1 في derivative لين اكس اللي هي 1 على اكس اذا اصبحت 2 على اكس لين اكس. طيب والدي زد الانتجريشن بتاعها هتبقى زد ايكوال اكس واعمل ايه؟ الملتبلاي هتبقى واي دي واي زد ماينس زد انتجريشن زد دي واي. طيب الواي في الزد هتبقى ايه؟ اكس لين باور 2 ماينس انتجريشن 2 لين اكس. طب 2 لين اكس مالهاش انتجريشن تاني يبقى هعمل ايه؟ هعمل برضو بارتس اجين هقول بقى 2 لين اكس هسميها واي لانها سهله في الدريفتيف ودي زد هي دي اكس. طب دي واي على دي اكس يبقى ليها 2 على اكس والزد بكام؟ انتجريشن بتاعها باكس. نقسم هتبقى هنا 2x 2 لين x multiply x او هي 2x لين x minus integration 2 dx. طبعا هنشيل ال x اللي هي 2 على x multiply x ب 2 تبقى 2 dx. طيب 2 dx الزهلة الانتجريشن بتاعها 2x يبقى 2x لين x minus 2x ونرجع نعمل ايه؟ substitution فين؟ في ال 1. هيبقى هنا الاي عباره عن اكس لين اكس سكوير ماينس 2 اكس لين اكس بلس 2 اكس عشان هنا طبعا في نيجاتيف فاصلا في نمبر 1 هيبقى نيجاتيف 2 اكس لين اكس بلس 2 اكس بلس ده كان الانتجريشن. طيب في بعض المسائل طبعا بتبقى ابلكيشن على الانتجريشن. احنا عارفين طبعا ان انا من خلال الايكويشن اوف ذا كيرف اقدر اجيب ذا سلوب اوف ذا تانجنت تو ذا كيرف. طب والعكس صحيح من خلال السلوب اوف ذا تانجنت اقدر اجيب الايكويشن اوف ذا كيرف. طيب هنا بيقول لي اف ذا سلوب اوف ذا تانجنت يبقى لما يبدا يقول لي اف ذا سلوب يبقى هو مديني دي واي على دي اكس لان انا احنا قلنا السلوب اوف ذا تانجنت هو اف داش اكس. طب والسلوب اوف ذا نورمال نيجاتيف 1 اوفر اف داش اكس. اذا طالما بدا لي بالسلوب يبقى هو مديني دريفيتيف وعاوز انتجريشن وخصوصا زي ما نشوف في الاخر هيطلب مني الايكويشن اوف ذا كيرف. يبقى هنا اف ذا سلوب اوف ذا تانجنت تو ذا كيرف اوف ذا فانكشن اف at any point x y lies on it is given by the relation x e over x over x plus 1 bar 2 كده ايه ده دي واي دي اكس. طب انت عاوز ايه؟ find the equation of the curve if it pass through the point 1 and 2 ازاي هيكون عندي السلوب اوف ذا تانجنت وانا اجيب الايكويشن اوف ذا كيرف. احنا عارفين طالما عندي السلوب يبقى اعمل انتجريشن عشان اجيب الايكويشن اوف ذا كيرف. طيب الانتجريشن اللي قدامي ده ما هو ده كده دي واي على دي اكس او زي ما هنشوف دي واي على دي اكس هو اكس اي باور اكس اوفر اكس بلس 1 باور ده كده دي واي على دي اكس. هعمل سيبريشن اوف فاريبل يبقى دي واي ايكوال الرايت هاند سايد ده كله دي اكس. هنا بيقول لي اذا الواي لان انتجريشن دي واي بواي يساوي انتجريشن اكس اي باور اكس اوفر اكس بلس 1 باور 2 دي اكس. ونبتدي نفكر احنا هعمل ايه هنا؟ هعمل ايه؟ هل ده قانون من قوانين الانتجريشن بتاع ديفايدد؟ ده الديفايدد بيقول لي لازم النيميناتور هو الدريفتيف بتاع الدينيميناتور وده مش موجود. طيب نيجي بقى نفكر في الميثودز. انا عندي هنا فانكشنز
different functions in x، يعني في x وفي e بار x exponent function، يبقى ده نوعين مختلفين من الفانكشن. واحنا اتفقنا ان ال a زيتو derivative هاخده ال y والتاني هو dz. قال لي ايه؟ انت هتاخد ال y عبارة عن ايه؟ x e بار x في ال x بلس 1 بار نيجاتيف 2، يبقى طلعنا ال denominator ده فوق باور نيجاتيف، لان احنا خلاص مش في دماغنا بقى ان احنا نعمل الديريفيتيف على الفانكشن اللي هي بالليل، بس اللي فوق مش ديريفيتيف الايه؟ الفانكشن اللي تحت. يبقى هنرفع الاكس بلس 1 باور 2 بالنيجاتيف، هتبقى ادي الفانكشن قدام. هنقسم بقى ازاي؟ قال لي هتاخد اكس اي باور اكس الواي او اليو، يبقى x e بار x هي اليو، والدي في هي x بلس 1 بار نيجاتيف 2 دي x. طيب هعمل الاولى ديريفيتيف، طب انا حاصل ضرب برودكت اوف تو فانكشن x في ال e بار x، يبقى هنعمل ديريفيتيف e بار x وننزل ال x، يبقى x e بار x بلس هنعمل ديريفيتيف ال x log 1 في ال e بار x. خلي بالك يبقى ده ديو اللي اقدر ممكن اخد اكس كوم اي بار اكس كومن فاكتور، وده بقى اللي خلاني الاحظ ان الطريقه دي هي المناسبه، عشان لو خدت اي بار اكس كومن فاكتور يديني اكس بلس 1 وانا عندي اكس بلس 1 بار نيجاتيف 1. اذا هنا هناخد اليو في ماينس انتجريشن الفي ديو زي ما كنا بنعمل، يبقى الواي لما اقول يو في الفي يبقى اكس اي باور نيجاتيف اكس في نيجاتيف اكس بلس 1، طبعا انا عملت دريفت عملت انتجريشن للدي في الباور نيجاتيف 2 عملنا زياده 1 يبقى نيجاتيف 1 اكس بلس 1 باور نيجاتيف 1. طيب عملنا الملتبلاي يبقى المسألة هتصبح نيجاتيف اكس اي باور اكس في اكس بلس 1 باور نيجاتيف 1، اللي هي مين بقى؟ اللي احنا عملنا ده مولتبلاي ده، بس عشان في نيجاتيف هنا عملنا نيجاتيف اكس اي باور اكس في اكس بلس 1 باور نيجاتيف 1، ادي جزء خلص. ماينس انتجريشن الفيديو اللي هو اكس اي باور اكس بلس اي باور اكس في نيجاتيف اكس بلس 1 بار نيجاتيف 1. طيب الجزء اللي جوه ده محتاج سمبليفاي عشان شكله مش كويس مش مظبوط. نعمل ايه؟ ادي نيجاتيف اكس اي بار اكس اكس بلس 1 بار نيجاتيف 1، خدت الاي بار اكس زي ما قلت قبل كده هايست كومن فاكتور، اتفضل اكس بلس 1 دي بار 1 اكس بلس 1 بار نيجاتيف 1، يبقى دول ايه؟ كانسل. يبقى اذا هيصبح عندي ايه؟ انتجريشن نيجاتيف اي بار اكس، ودي سهله. فانا هعمل ايه؟ طبعا في الجزء الاولاني الاكس بلس 1 بار نيجاتيف 1 حطيناها في الدينومينيتور بوزيتيف 1، يبقى نيجاتيف اكس بار اكس بلس انتجريشن ليه بلس؟ عشان نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف اي بار اكس دي اكس. طبعا انتجريشن اي بار اكس سهله اللي هي اي بار اكس، يبقى اذا هنا الواي ايكوال نيجاتيف اكس اي بار اكس اوفر اكس بلس 1 بلس اي بار اكس بلس سي. طبعا هو اداني كونديشنز ان انا اجيب السي، قال لي الكيرف باص ثرو ذا بوينت ايه؟ 1 و2 اي، يبقى نعمل سبستيوشن 2 اي بدل الواي، وبعدين الاكس ب 1 اي بار 1 يبقى نيجاتيف اي على 1 بلس 1 2 بلس اي باور اكس يبقى اي. طيب ده نيجاتيف هاف اي بلس اي يبقى هاف اي، هيروح هناك بالنيجاتيف تاني يبقى 2 اي ماينس هاف اي يبقى 3 اوفر 2 اي، ده الكونستنت. يبقى اذا اصبح الفانكشن ده الايكويشن اوف ذا كيرف بقى الواي ايكوال نيجاتيف اكس اي باور اكس اوفر اكس بلس 1 بلس اي باور اكس بلس 3 اوفر 2 سي اي. كده احنا جبنا الايكويشن اوف ذا كيرف بمعلوميه مين؟ السلوب اوف ذا تانجنت.
طيب another example برضو على الابلكيشن، عشان الابلكيشن في الانتجريشن مهمه جدا، وزي ما قلت هي معكوسه. يعني انا لو اديتك الايكويشن اوف ذا كيرف هعوز السلوب، وهعوز الايكويشن اوف ذا تانجنت والايكويشن اوف ذا نورمال. لو اداني بالعكس بنعمل انتجريشن. Find the equation of the curve pass through the point 1 و0. يبقى انا عاوز equation of the curve، يبقى فيه على طول integration. And is the slope of the tangent at any point equal x e power y. ده ال slope of the tangent، يبقى x e power y، يبقى ده دي وعند x. خلي بالك لو هو مديني ال slope of the normal ده negative 1 او نيجاتيف دي اكس على دي واي، انما هنا هو مديني السلوب اوف ذا تانجنت. اذا هقول له ايه؟ دي واي على دي اكس ايكوال اكس اي باور 1. نلاحظ حاجه هنا، ان في فانكشن اي باور واي وفانكشن اكس. اول حاجه اللي احنا متعودين عليها بنعمل سيباريشن للفيرب، نخلي الواي مع الواي والاكس مع الاكس. يبقى اذا اي باور واي هتيجي في الدينيميتور هنا، يبقى دي واي على اي باور واي ايكوال اكس دي اكس. طيب انا عاوز ايه؟ عاوز الدريفت الانتجريشن، اعمل انتجريشن بور سايدز. طبعا اي باور واي هتطلع فوق اي باور نيجاتيف واي، وبعدين انتجريشن اكس دي اكس. الاي باور نيجاتيف واي هنعمل ديفايد نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف اي باور نيجاتيف واي. الاكس بهاف اكس سكوير بلس سي. اجيب السي منين؟ هو قال لي الكيرف ده بيمر ببوينت 1 و0، يبقى احط الواي ب 1 الواي ب 0 نيجاتيف اي باور 0 ب 1، والاكس بكام؟ ب 1، يبقى هاف اكس سكوير يبقى 1. يبقى اذا هنا لما اعوض بالبوينت نيجاتيف اي باور 0 بلس هاف بلس سي. طبعا نيجاتيف اي باور 0 بكام؟ نيجاتيف اي باور 0 اي حاجه باور 0 ب 1، يبقى نيجاتيف 1. وهيجي لنا نيجاتيف هاف، يبقى نيجاتيف 3 اوفر 2. يبقى كده سي اعوض في الايكويشن اوف ذا كيرف. اذا الايكويشن اوف ذا كيرف ويل بي هاف اكس سكوير بلس اي باور نيجاتيف واي ايكوال 3 اوفر 2. كده انت جبت الايكويشن اوف ذا كيرف عن طريق الايه؟ السلوب اوف ذا تانجنت. لو عاوز تظبط الفانكشن اكتر، طالما في هاف وفي هنا هاف 3 اوفر 2، ممكن اعمل الكوشن مالتبلاي 2. هاف اكس سكوير مالتبلاي 2 يديني اكس سكوير، وبعدين 2 اي باور نيجاتيف واي و 3 اوفر 2 بلس هاف ب 0 اوفر اكس. يبقى 3. يبقى اذا هاف اكس سكوير بلس اي باور نيجاتيف واي بلس اي باور 0 اوفر 2 اصبحت بعد ما عملنا مالتبلاي 2 اكس سكوير بلس 2 اي باور نيجاتيف واي ايكوال 3. ده كده الايكويشن اوف ذا كيرف. و الاكزامبل ده توصلنا لنهايه السيشن بتاع النهارده، اللي بشكر فيه طبعا باسمكم جميعا الاداره العامه للتعليم الالكتروني، و بشكر حسن استماعكم إلى أن ألقاكم في المرات القادمة. تحياتي لكم جميعاً.